بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزول عسلامة ومرحبا بجميع من التحق بقناة بيبا بيباتو. مشاهدة طيبة للجميع ودمتم أوفياء لقناتي. لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس ليصلكم كل جديد. حبيباتي اليوم حنحضر معكم هذا العدس الصحي اللي درتو للمصابين في عائلتي بفيروس الكورونا. هو عدس بني درته باللحم والدجاج وبخالي من المصبرات والمواد الحافظة. اذا حبيباتي تابعوا معايا الفيديو للاخر باش تشوفوا كيفاش نحضروا هاد لونتي اللي درته خاصة اللي يحبوا الاكل الصحي الخالي من المواد الصناعية. قبل ما نبدا الفيديو تاعي معاكم فضلا وليس امرا دعموا القناة تاعي بجيم كومنتار واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد ودمتم اوفياء لقناتي اللي هي قناتكم. اذا حبيبتي يلا نبداو على بركة الله في المقادير. بسم الله. هنا حبيبتي نبداو في المقادير. نسحق هنايا عدس، انا دوك نحطو في الماء السخون. حبيبة طوماطيش مرابية، اللحم، الدجاج، راس الثوم، وريقة رند، البطاطا، زروديه، زيت الزيتون، الملح، زنجبيل، كركم والكمون. هذا واش نسحق للعدس ديالنا، ونزيد شوية كرافس وحشيش تاع الشربة. هنا حبيباتي نبداو بسم الله في الكوكوطة تاعي. حطيت لي موصو تاع اللحم والدجاج، دوكا نزيد مع زيت الزيتون بيان سور، نزيد طوماطيش تاع الحبة المرابية، نزيد البطاطا والزرودية تاني، الوريقة تاع الروند، الراس تاع الثوم، فوالا. ونقلي الماكلة ديالي، فوالا. اكل صحي 100% خالي من المواد الحافظه كما قلت لكم. هكذا يا صدقوني تحافظوا على صحتكم وصحه افراد العائله ديالكم. هنا حبيباتي شوفوا، هنا درت لي زيبيس. هنا حبيباتي هالطماطم المصبره طبيعيه ودرتها في الدار ماشي كامل مصنعه. واش درت؟ فلفل احمر هذاك لا يتباع، فورته في الملح، من بعد ما تفور رحيتو، صت عليه زيت الزيتون وحطيتو في الكاسرونه يتجمر. بعد ما برد درتو في لي ساشي دو كونجيلاسيون وخبيتو. كل ما نطيب مريقه حمراء ندير منه. هذا هو، هذه هي اللي عوضتها بالطماطم المصبره تاعي. ندير كميه منه ونزيد نقليه مع الخضره ديالي واللحم والدجاج. نتوما حبيباتي ماشي لازم ديروا اللحم والدجاج، تقدروا ما ديروش، لكن الحديد ما يمتصوش الجسم بدون بروتين حيواني. اذا ما عندكم شغلي وحبيبات بيض وكلوهم مع العدس تاعكم. هذا مكان، لكن صدقوني انا مولفه نديرو بلا لحم بلا دجاج ويجي بزاف بزاف بنين الصراحه. فوالا. هنا حبيباتي واش ندير دوك؟ انا بعد ما تقلالي مده مليحه نزيد عليه هذاك العدس اللي قلت لكم كنت شمخته في الماء السخون، غسلته مليح وشمخته. فوالا، نزيد نخلي حتى هو تاني يتقلى معاهم ويتشرب من البنه تاعهم. كاين اللي يحبوا العدس واقف شغل حكم روحو حبيبات، لكن انا نحبو كيدوب، نحب العدس تاعي يكون دايب، يجيني بزاف بنين هكداك، حتى افراد العائله يحبو هكداك. فوالا، ونمرق عليه. هنا حبيباتي شوفوا، بعد ما مرقت وغلقت لاكوكوت تاعي وخليته يطيب، دوكا هنايا بعد ما طابت لي الخضره وطاب اللحم والدجاج حنحي الخضره تاعي باش نرحيها. نحيها في لو بغاميكسور ونحي هذاك البوكي تاع الكرافس والحشيش اللي كنت درتو. فوالا، ونعاود نرجع هذيك الخضره اللي كنت رحيتها ولات بيوري، نرجعها للعدس تاعي ونخليه يكمل يغلي واحد 3 دقائق وخلاص. هنا العدس تاعي راكو تشوفوا كيفاش راه واجد وطاب ما شاء الله تبارك الرحمن، صدقوني بزاف بنين ولا اروع.
وصحي في نفس الوقت، هذا هو الشيء اللي يهمنا حاليا واللي لازم ننتبهوا له بالبزاف. فوالا. اذا حبيباتي هنايا العدس تاعي شوفوا ما شاء الله درت له من فوق رشه تاع الحشيش تاع الشربه، شويه زيت الزيتون، هذا قدمته هكذا لافراد العائله تاعي اللي راهم مرض، اسال الله ان يشفيهم شفاء لا يغادر سقما، هم وجميع مصابين في امه محمد صلى الله عليه وسلم. نقول لكم نتمنى ان شاء الله ان الوصفه نالت اعجابكم ورضاكم، فضلا وليس امرا دعموا القناه تاعي بجان كومونتير واشتراك وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. تهلاو في روحتكم، صحيحتكم، والديكم، وليداتكم، الناس اللي تحبهم ويحبوكم. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.